شكرا إلهي فالمحرم عادا، شكرا إلهي فالمحرم عادا، لنواسي الزهراء والأسيادا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا لم يتحقق إذ أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج من مكة إلى الغار وأن يجعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله في فراشه، فلم يستطيعوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. الله عز وجل تحدث عن ذلك في الآية، لكنه بعد ذلك أثبت لنفسه هذا الأمر، هذه الصفة، وهي المكر. ومن هنا لعل البعض يسأل كيف أن الله تبارك وتعالى يمكر، والمكر كما هو المتعارف عليه أنه صفة غير مقبولة. قبل الجواب على هذا التساؤل نقول حتى تتبين لنا كثير من الأمور، ليس لنا ولا يجوز لنا أن نصف الله تبارك وتعالى بأوصاف قد وصفها لنفسه. مثلا الله تبارك وتعالى قال نسوا الله فنسيهم. الله عز وجل أيضا يقول في آية أخرى يخادعون الله والله، الله عز وجل لا يمكن لنا أن نصفه بهذا الأمر وإن وصف نفسه في الآية الكريمة يخادعون الله وهو، نعم، مع ذلك أنه ذكر في الآية الكريمة، إلا أننا ليس لنا ولا يجوز لنا أن نصف الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. أما بالنسبة إلى المكر فالمكر الإلهي قد عرفه العلماء بغير السائد بين الناس. نعم بين الناس صفة مذمومة المكر متعارف عليه، لكن العلماء عرفوا المكر الإلهي ما هو؟ هو تدبير خفي محكم يريد به الله تبارك وتعالى أن يوقع الممكور به في أمر من حيث لا يحتسب، وهذا مطابق للنصوص، النصوص تعضد هذا المعنى هذا التعريف. مثلا منها ما في دعاء كميل بن زياد النخعي، نقرأ وخفي مكرك. إذن هو تدبير إلهي خفي محكم لإيقاع الممكور به في أمر من حيث لا يحتسب من حيث لا يعلم، وعبر الله عنه في آيات أخر بالاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج عند أهل اللغة على معنيين، معنى الأول وهو أخذ الشيء استدراجا، فالأصل له هو الدرجة، لما ينزل الإنسان من درج من أعلاه إلى أسفله أو من أسفله إلى أعلاه
هذا يسمى في اللغة استدراج كما ذكره الراغب. معنى الثاني للاستدراج أنه الطي كطي السجل مثلا. وإذا تأملنا في المعنيين وجدنا أن لهما مفهوم واحد كل جامع، وهو أخذ الشيء درجة درجة. استدراجا لما تطوي هذا شيء فشيء، كذا لما تنزل من درج أيضا هذا شيئا فشيئا. إذن الجامع لهذين المعنيين هو الاستدراج، أخذ الشيء درجة بدرجة شيئا فشيئا. ومن هنا نعرف أن الله تبارك وتعالى حينما يمكر بالعبد أي أنه يمهله تبارك وتعالى. في الرواية عن أمير المؤمنين ومولى الموحدين وصي النبي محمد كما في نهج البلاغة: من وسع عليه في ذات يده ولم ير ذلك استدراجا فإنه أمن مخوفا. أمير المؤمنين يقول مفترض هذا يخاف إذا وسع عليه، إذا أمن ذلك ولم ير ذلك استدراجا فإنه أمن مخوفا. إمامنا الصادق يأتي إليه أحد الأشخاص يقول له: يا ابن رسول الله، إني سألت الله تبارك وتعالى أن يرزقني مالا فرزقني، وسألته أن يرزقني ولدا فرزقني، وسألته أن يرزقني دارا فرزقني، فخفت أن يكون ذلك استدراجا. فقال الإمام عليه السلام: أما والله، إمام أقسم في الرواية، أما والله إذا كان مع الحمد فليس بذاك. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يأمن مكر الله عز وجل له فإنه يشكر الله، يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه، كذا يتفقه في الدين. لأن الإنسان إذا أنعم عليه بنعم كثيرة من الله عز وجل ولم يعرف ما هي أحكام الله في هذه النعم فإن هذا جحود لنعم الله تبارك وتعالى. أنعم عليه بمال، مفترض يتفقه في الدين، مثلا في المعاملات، كيف يبيع، كيف يشتري، ما هي الأحكام الفقهية في هذا الجانب، فإن هذا نوع شكر لله تبارك وتعالى أن يتفقه في الدين، مضافا إلى شكر الله عز وجل والثناء عليه والتسبيح له تبارك وتعالى. إذن المكر ليس فقط ما يعرف عند الناس وما هو متعارف عليه عند الناس أن يكون مذموم، كلا، بل المكر على نوعين، على قسمين. النوع الأول هو المحمود، المكر المحمود، والذي يراد منه ويتحرى منه فعل الخير. الله عز وجل ينعم على الإنسان بنعم كثيرة، يريد أن يرى هذا الإنسان يكون شاكر لله عز وجل فيجزي له الثواب والأجر، أم يكون جاحد. البعض هكذا تجده قريب من الله عز وجل لكن بمجرد أن ينعم عليه تجد أنه يجحد، مثل تلك القضية المعروفة
أذكرها اختصارا، الذي جاء إلى النبي محمد وكان ملازم للنبي وصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله، وسأل من النبي أن يسأل الله له أن يرزقه من المال أن يوسع عليه، والنبي أخبره قال بأنه الخير لك أن تبقى هكذا، قال كلا أريد أن أكون غني. وصحيح الله عز وجل وسع عليه، كان يصلي في الصف الأول خلف النبي صلى الله عليه وآله، صار يصلي بالصف الثاني، شوية بالثالث، شوية في الصفوف الأخيرة، شوية إلى من صار ما يحضر أصلاً في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وآله. البعض هكذا، هذا هو المكر الإلهي. أما المكر المذموم فهو الذي من سوء نية وخبث، مثل ماذا؟ أذكر لك نموذجين فقط وأكتفي. نموذج الأول مكر إبليس بالشيعة، في الرواية لما كانت الحوراء زينب بجانب أمير المؤمنين وصي رسول الله محمد، وصار الأمير صلوات الله عليه يخبرها بما سيجري في أرض كربلاء، رواية طويلة، إلى أن يقول: وفي ذلك اليوم، أي يوم العاشر، يطير إبليس فرحا إلى أصحابه يبشرهم بأنه قد نال من هؤلاء وأدخلهم إلى النار إلا من تمسك بهذه العصبة. إبليس يقول لأصحابه الشياطين والأبالسة: إلا من تمسك بهذه العصبة. من هؤلاء؟ الإمام الحسين وأصحابه. فشكك الناس فيهم، هذا إبليس يقول لأصحابه لأنصاره، فشكك الناس فيهم. وهذا لو تأملت واقع منذ أن قتل إمامنا الحسين صلوات الله عليه إلى يومنا هذا، والتشكيك في قضية الحسين قائم موجود، التشكيك في قضية الإمام الحسين، هذا مكر إبليس بالشيعة. هنالك من ينجر، هنالك من ينجرف فيصبح مشككا وداعيا إلى التشكيك في قضية الإمام الحسين عليه السلام. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني أعداء الإمام الحسين، كم أرادوا أن يمكرون بأهل البيت، أن يؤذون أهل البيت، النتيجة ما استطاعوا. ذكرنا في ليلة الفتح الحسيني، محاضرة كانت عن الفتح الحسيني، في قول إمامنا الحسين في رسالته إلى بني هاشم: من لحق بي استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح. هؤلاء الذين قاتلوا الإمام ما كانوا يقولون أننا كفار، كلا، كانوا يقولون إحنا مسلمين، يتعبدون الله بقتل الإمام صلوات الله عليه. وذكرنا في ليلتها أنهم كانوا يحسبون أنهم انتصروا على الإمام الحسين بقتل الإمام الحسين، لكن هذا غير صحيح. الآن ما يذكرون إلا باللعنات. وذكرنا أيضا في تلك الليلة الإمام زين العابدين لما عاد إلى المدينة وجاء إليه ذلك الرجل، قال له: من الغالب؟ هذا انت رحت إلى كربلاء، من الغالب؟ فقال له: إذا أذن، يذكرها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الأمالي، قال: إذا أذن المؤذن وأقام تعرف من هو الغالب. وسكت الإمام عليه السلام.
أعداء الإمام أرادوا أن يمكرون بالإمام صلوات الله عليه، أن يؤذون الإمام صلوات الله عليه، يحسبون أن هذا انتصار. لذا تجد أنهم مارسوا أبشع الصور تجاه أهل البيت. أحد العلماء يقول لو أن النبي أوصى تلك الأمة بقتل أهل بيته لما زادوا على ما فعلوا بشيء أبداً، لأن كل شيء سووهم. منها لما أرادوا الخروج من كربلاء جاءوا بنياق هزل تضلع في مشيتها، يعني تؤذي من يركب عليها، ونادى المنادي أركبوا النساء على ظهور الجمال ومروا بهم على الأجساد لكي تحترق قلوبهن على الحسين وأصحابه. نادى العليل إن مس منكم علوية أو هاشمية أقلب عاليها سافلها. ماذا نصنع؟ قال دعوني أنا أركب النساء والأطفال. فنادى المنادي دعوهم فإنهم إذا قالوا فعلوا. وصار الإمام زين العابدين مع الحوراء زينب يتشاطر على إركاب النساء والأطفال معها صلوات الله عليها، فما بقي إلا الإمام والحوراء زينب. فقال الإمام دعيني أعينك على ركوب الناقة. قالت يا ابن رسول الله أنت عليل. قال أنا عليل لكن رجل، أنت امرأة. وين قلبها راح؟ قالت وهيت الفض بالأنفاس، قالت وهيت الفض بالأنفاس، اركاب وخلني مع الناس، دارت عينها وصاحت يا عباس، والله يا عباس ما انت اللي جبتني، وبيدك يا اخويا ركبتني، دقوم وشوف متني ما هي صياد زجر ورمتني. اركبها على ظهر اللاقة، اما امامنا زين العابدين عليه السلام فكلما أركبوا هوى إلى الأرض نادى المنادي علي بالقيود والسلاسل، قيدوا الإمام وضعوا عليه تلك الجامعة، والجامعة عبارة عن حلقة مسمرة بمسامير معكوسة، فكلما التفت الإمام غرز مسمار في عنقه. والله شفنا العليل مر ضونه، ولو راد قعد يقعدونه، ما شفنا العليل يربطونه، وبحبال خشنا يقيدونه. أركبوا الإمام مروا بالنساء على أجساد القتلى، فكلما مروا بجسد اعتلت الصرخات ومصيبته، إلى أن مروا على جسد الحسين نادت الحوراء يا ابن رسول الله أرى الأجساد، هذا على يمينه وذاك على شماله، إلا أبوك الحسين مكبوب على وجهه. الله نايم أخي شلون نومه، وحر الشمس غير لرسومه، مدد عذر مسلب هدومه، ولا واحد على المظلوم ينغر. حينها قالت يا ابن رسول الله إئذن لي بأن ألقي بنفسي على بدنه للتزود منه،
قال عمر حمي ضعف بدني، ألقت بنت الحزين بنفسها على جسد أبيها، جاءوا الأعداء كل قد رفع صوته وصار يضربها على جسد أبيها. قالت بويا بويا برضاك لو غصبا علي كان يضربني شمر وانا حوالك، لكن معذور يا الحزاو وريدك حتى اخرج النساء من كربلاء. صارت الحوراء مخاطبة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، قل له ودعتك الله يا غريب الغاض. إماجور رحم الله الونا أخذ المدد من عندك، ودعتك الله يا غريب الغاض. عنك مشينا وجثتك ظلت رمي، ودعتك الله يا غريب ما احتضب ماي. عنك يا نور العين سافرت بيتها، يمقطع الأوصال لو يحصل على هواي، ما فارق جسمك يا سلطان المدينة، ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة. يا حزام ظهري وناقتي عجفة وهزي، ما حد بقى منكم يا عقلي نشتكيل، بس العليل وفوق ناقة مقيديه. والله يا ابن امي دارت الدنيا عجايب، بالامس حول رجال من فرسان غا، واليوم راس من الهضم ام والذل شاه. ودعتك الله يا غريب الغار، حتى أخرجوهم من كربلاء. تقول الرواية توقفت النياق، ارتكزت الرماح في الثرى، زجروا النياق من زجرت، أمروها بالمسير ما سارت. عادوا إلى الإمام زين العابدين، ما الذي نصنع؟ التفت إلى عمته الحوراء زينب، قال عما انظري إلى رأس الحسين، فلعل طفلة فرت إلى البيداء، نظرت إلى رأس الإمام الحسين، رأته ينظر إلى جهة من الجهات، ذهبت في تلك الجهة، رأت بنت الحسين، لكن رأتها في حجر امرأة، قالت أمت الله أنت معنا؟ من أنت؟ أأنت ليلى؟ قالت لا. أأنت رملة؟ قالت لا. أأنت الرباب؟ قالت لا. نادتنا الوالدة الكسرى وضلعها، والله أنا الوالدة الكسرى وضلعها، وطول الدهر ما قل دمعها.
قالت يما يما دقومي مسرعة مسرعة خلنا نروح يم المشرعة نشوف أبو فاضل شفوفه مقطع. عظم الله أجري وأجوركم إلى أن أدخلوهم إلى الكوفة. أوقفوا النساء وصار المنادي ينادي هؤلاء الخوارج قد دخلوا إلى الكوفة. جاءت امرأة من أهل الكوفة أعطت ولدها فتاة الطعام وفتاة التمر صار يعطيه للأطفال. تقول الرواية صارت الحوراء زينب مع السيدة سكينة تخرج ما في أفواه الأطفال تنادي تتصدق الوادم عليه. الله أكبر. والله تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دين. على بابكم سيدتي ما خاب ظن ليعتنينا حتى جاءوا العشائر إلى ابن زياد قالوا قتلت الرجال فما بال النساء. فليس من شيم العرب أن تتفرج الناس على النساء وهم وقوف. فأمر العشائر أن تأخذ نساءها فجاءت عشائر الأنصار كل صار ينادي بعشيرته يأخذ نساءه فما بقيت إلا زينب ونساء الحسين. صارت الحوراء تلتفت يمنة ويسرى قال العليل عم ما لي أراك تلتفتين يمنة ويسرى. قالت شمال أهلنا ما لفونا والله ما لفونا وبديار غربة ضيعون. عظم الله أجري وأجوركم هنا تعلو الآهات هنا تعلو الصرخات. أهل العزاء فأدخلت زينب إلى مجلس ابن زياد قالت بس آي ما جانت على البال دش المجلس وبزنود الأحباب. والله لحبايل لحبايل وراسك بالطشت وتشوف العيا. أبيات الدعاء أسألك الدعاء. قالت أنا مشيت بدروب عسيرة وديرة قامت تبشر بديرة اخت عباس جبناها اسير. وانا وجهي مدري لوين اديرة انا لا اهل عندي ولا عشير.